كيف حالكم؟ لقد رجعت لكم بفيديو جديد وجميل جدا جدا جدا. لا تخرجوا وتابعوا الفيديو حتى النهاية لتستمتعوا. فيديو اليوم سيكون مقارنة بين البنات وبين الشباب. ونبلش مع الشباب. الشاب بسلم على أهله وبروح السوق، بدور على الغرض اللي بده إياه، ولما يلاقيه باخذه بدفع حقه وبروح. وهسه خلينا نشوف البنات. ماما، أنا بدي أروح على السوق، بدي أجيب شوية أغراض، ما بطول. سلام ماما. طبعا بتلف السوق 17 مرة، وبتفوت على نفس المحل 10 مرات، وبتشوف الغرض 1000 مرة. ماما، أنا أجيت بس ما أكون طولت. والآن مقارنة بين الشباب والبنات لما يموتوا بالببجي. لا لا يا الله، تخني الحيوان تخني. لا لا لا، ولك لا، ينعن ينعن. ونبلش مع الشباب. نشوف شو جاب لنا هدية حلوة. سلم ايديك. أنا هلأ بدي أشوف صاحبتي حبيبتي شو جابت لي هدية. ياي بتجنن، يسلموا ايديك يا عمري، يسلموا. شكرا شكرا لك، بتجنن كتير الهدية، عجبتني. شكرا لك يا عمري، يا الله شو حلوة الهدية. يسلموا يسلموا يسلموا، شكرا. ونختار البنات بالأول. مع السلامة حبيبي، الله معك. يا الله قديش كانت هالمكالمة حلوة، يا ريت طولت وأنا بحكي معه، نفسي أضل أحكي معه للصبح. أما شبابنا لفخمين. حبيبتي، مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. شو هاد أكلت راسي وهي تحكي؟ قر 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 قر. شو بشبعوش حكي النسوان، بشبعوش يا الله، فتحت براسي طاقة. والآن مع استلام الشهادات ونبلش مع الشباب المتكتكين. هاي استلمنا الشهادة، يا رب ناجح يا رب ناجح. إكمال إكمال إكمال، 3 إكمالات. يلا المهم ناجح، 3 إكمالات، المهم ناجح عادي. ونشوف البنات الحلوات. وأخيرا أجت الشهادة، استنيتها من زمان. يا رب معدل عالي وأفرح أهلي، ويا رب أفرح، يا رب يا رب معدل عالي يا رب. لا
لا بس 93 بس. يا الله كان نفسي فوق 95. يلا الحمد لله السنة الجاية بعوضهم إن شاء الله. الحمد لله يا رب. والآن مع المقارنة الأخيرة أصدقائي. ما بدي أكل، ما بدي، زعلانة، ما بدي أكل. ما حد يحكي معي، ما حد يحكي معي أبداً. شوفوا الشباب كيف يو 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 يو. يعني الواحد لا عارف يقعد بهالدار، ولا عارف يعمل اشي، ولا عارف يسوي اشي، ولا عارف يروح، ولا عارف يجي. شو هالعيشة، شو هالدار هاي؟ بديش اعيش معكم، بديش تركلكوا الدار وطالع، بديش اقعد معكم. وهيك يا اصدقائي شفنا المقارنات بين الشباب وبين البنات، فرق كبير أليس كذلك؟ وبطبيعة الحال هذا ذكر وهذه أنثى، وكل له أطباعه وتصرفاته. أصدقائي الرائعين الجميلين الطيبين الحبوبين، هكذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وأتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاهدة الفيديوهات السابقة، واكتبوا لي بالتعليقات إذا كانت فيديوهاتي جميلة أم لا. إلى اللقاء أصدقائي، إلى اللقاء، أحبكم. Thank you.